بداية أخبارنا مع الكرة الطائرة والفريق الأول بقيادة كابتن أحمد مصطفى اللي بيلعب مباراة دلوقتي مع فريق مصر البترول على صالة نادي الزمالك. مصر البترول طبعا مصر البترول كانت ضمن الجولة الثالثة في الدور التمهيدي الأول بالدوري، وطبعا المفروض يعني ان الزمالك متقدم لحد دلوقتي، ان شاء الله الزمالك يقدر يفوز بالمباراه علشان يواصل سلسله الانتصارات اللي بداها بفوزه على العاب دمنهور في الجوله الاولى، والفوز ايضا على الطيران في الجوله الثانيه. الفريق هيرجع للتدريبات الجماعيه بكره ان شاء الله بدون راحه استعدادا لمواجهه الداخليه يوم الثلاث المقبل الساعة 6 مساء على صالة نادي الزمالك. بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. أما عن الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة كابتن حسام شكري، منح اللاعبات راحة من التدريبات النهاردة، وده بعد العودة من الأسكندرية والفوز على سبورتينج بنتيجة 3-1 في الجولة السابعة من الدوري. الفريق هيرجع للتدريبات بكرة إن شاء الله استعدادا لمباريات الدور الثاني بالدور التمهيدي من الدوري، واللي المفروض هينطلق يوم الاثنين اللي جاي مواجهة فريق المقاولون العرب واللي هتكون على صالة ذئاب الجبل. زي ما عارفين إن فريقنا بيتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة بفوزه في جميع المباريات. بنتمنى لهم إن شاء الله يكملوا نفس المسيرة ويفوزوا بالثنائية سواء الدوري أو الكاس، وإن شاء الله كمان البطولة الإفريقية.